المؤتمر النقاشي الذي نظمته إدارة مستشفى النهضة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة للرد على الأكاذيب والإشاعات التي نشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتشويه سمعة المستشفيات الحكومية بالعاصمة أنجمينا، حيث شارك في المؤتمر النقاشي خبراء الصحة ومدراء المستشفيات بهدف اتخاذ التدابير اللازمة للرد على هذه الأخبار التي نشرت. كما عبر كل من مدير مستشفى النهضة جستاف بسانجير ومدير مستشفى الصداقة الشادية الصينية دكتور حامد جبر وعدد من المشاركين أكدوا إلى أن هذه الإشاعات تشوه سمعة البلاد. وبهذه المناسبة أبدى وزير الصحة العامة عن أسفه لهذه الإشاعات غير المسؤولة. إن مثل هذه الأخبار التي تنشر من بعض المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي غير مسموح لها. وأضاف الوزير أنهم رفعوا دعوى قضائية ضد من يقوم بمثل هذه الوشاية. قلنا عندنا الكلام ده أورادة عندنا نمشي نسوي بلانت ليه. بلانت ليا نودو في جستيس نودو في بوليس نودو في أي مكان عشان نفتش نادم ده. نادم ده هو كريمينال ما نخلوه. إن المؤسسات الصحية الوطنية تقوم بخدمات اجتماعية وصحية، وأن مثل هذه الإشاعات لا تخدم الوطن ولا المواطنين.